حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. مش هينفع كده على فكرة. ايه اللي مش هينفع؟ الضغط. بس انا عارفة ان انت ما تقصدش، بس انت بتضغط علي وانا اي حد بيضغط علي بجري على طول. تجري ازاي يعني؟ يوه ده متخصص جد، ده انا اجدع من اللي بيجروا في الاولمبياد في حياتي. بس انا عارفة ان انت كتير عليك، يعني انت مش بس مستحمل ان انا عندي طفل، لا ده انت كمان مستحمل ان انا عندي طريق رخم وقليل الذوق ووضيع. ولعلمك بقى هو كده على طول، اوعى تفتكر ان هو من هول الصدمه لا سمح الله. الله يطمنك يا ساره. وايه كمان؟ وعروسه بقى، يعني تخصص الحقيقه كل ما تتوتر تهرب. بص يا ساره، انا مش عايز ابقى مصدر ضغط ليكي زي ما انت بتقولي، انا بس محتاج نحط النقط فوق الحروف عشان اللي حصل مع طليقك المره اللي فاتت ده ما يتكررش تاني. وعشان اقدر ادب صباعي في عينه، صباعي ده لازم يكون في دبله وعليها اسمك. ايوه، وعلاقه في النور، اهلك وابنك عارفينها وموافقين بيها كمان. لا احنا فين والكلام ده فين؟ يعني ده زياد لحد دلوقتي لسه ما يعرفش حاجه، واهلي عرفوا بالصدفه من شريف. يا خرابي، ده شريف عمل الليله دي كلها لما شافنا صدفه في المول. امال بقى لو شاف دبلتك في صباعي هنعمل ايه؟ انا مش بقول لك يلا ساره نتجوز بكره، مع ان ما فيش ما يمنع ان احنا نعمل ده، بس تمام خدي وقتك عشان تعرفي تمهدي لي. انما لو محتاجه المده دي كلها عشان تعرفي اصلا اللي بينا، فلو بعد 7 شهور لسه عندك شك، تاني مفيش حاجة تتعمل ممكن تطمني يا ساره. بصي بصي، ايه ده؟ باتمان اهو، وايرون مان كمان، شايفة؟ سوري يا باتمان. اهو اهو بتاع الفيسبوك. عايزة تعملي ايه يا ملك بقى؟ انا عايزة فراشة. عايزة فراشة؟ طب ممكن فراشة؟ سي. وانت يا جنى؟ ميني؟ طب يلا، واحد ميني وواحد فراش. انا هروح اجيب ميه واجي لكم عشان نتصور، اوكي؟ طب
النهارده اليوم ماشي لطيف جدا يا احمد. طبعا بصي يا امينه، الانشطه اللي زي دي بتفرق جدا مع المرضى ومع اهليهم كمان. امينة انا اسفه على المفاجاه العظيمه دي. عرفت من عاليا انك انت هنا. من عاليا؟ مش من ماما؟ لا بقول لك ايه، ممكن نقعد نتكلم مع بعض بس هاديه شويه. اه طبعا. اه معلش، هو اليوم صعب ودوشه بس هناك اهو. اتفضل. واضح ان في حاجه. خنقته؟ الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه. أمينة أنا آسف. آسف على إيه؟ نتيجة التحاليل بتاعتك طلعت. أيوه. لا. لا 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 يمكن، أنا لسه عاملة التحاليل الشهر اللي فات. الشهر اللي فات أنا كنت كويسة. لا لا يمكن. وكل عادل بص لي. بيحصل يا أمينة. ايه هو اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ بيحصل بتبقى النتائج كويسة وبعدين الشهر اللي بعديه المرض للأسف بيرجع تاني. رجع تاني ازاي؟ أنا باخد الأدوية. أنا باكل. أنا باكل كويس جدا وباخد بالي من صحتي وبلعب رياضة. أنا عملت كل حاجة. بيحصل. عشان كده أنا عايز نبتدي العلاج تاني وعلى طول. انت مش نازل وراك شغل؟ اكلت شغل. الله. الو ازيك يا انكل؟ لا ما اتصلتش بيا. هو في حاجه ولا ايه؟ خلاص يا ماما مش هترد. هترد. اهدي يا نادية اهدي وسيبيها هي كمان تهدى.
ما انت عارف كده ليه سبتها تمشي. كان هيعمل ايه؟ هياخد منها مفتاح العربيه. امينه في الحاله اللي هي فيها محتاج تكون لوحدها، لانها المره دي عارفه انها لازم تعمل عمليه الزرع. انا مش قادره استحمل، مش قادره استحمل. هتقولي بنتي يا نادي اهدي يا حبيبتي. يا ماما ما تقوليليش اهدي، ما تقوليليش اهدي. امينه مش نايمه في اوضتها، وبعدين ما تتصرفيش قدامي اكنك جامده. عادل، عادل، هسألك سؤال وأرجوك ما تكذبش عليا. العملية دي لما بيعملوها بيطلعوا منها وبيعيشوا يعني؟ يعني إيه؟ هو ده بقى اللي خلاني ما أحكيلكمش. منك لله يا شريف، إلهي تتفضح فضحة المضطر. يا بنت أنتي ما تاخدينيش في دوكة وفهميني. لعلمك بقى أنا حايشة أبوكي عنك بالعافية عشان قلت له إن أنا هعرف منك. يا ماما ما أنا حكيت لك أهو. أصرفها منين؟ أنا دي لسه بنتعرف، وأنت يا بنتي لسه تلميذة في الجامعة. ما هو لأن أنا مش تلميذة ومخلفة تلميذ، ما ينفعش كده أتكفي على وشي كده في أي علاقة، لازم أتأنى كده وأفكر، أبقى مطمنة على نفسي ومطمنة على ابني. يا ماما أنا مش عايزة أعيد مأساتي مع الوضيع، مش معقولة كده تصربع ده، حتى بقى غبية بقى بصراحة يعني. سليمان تليفوني ده اللي كان بيرن. ايوه خير. يلا بينا، يلا بينا نطلع لهم فوق. في ايه بقى؟ يلا بقى. في ايه بس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ممكن نبان بس. ولا اقول لك انا عايزه علبه سجاير. انهي نوع؟ اي نوع؟ اتفضل. ايه الاخبار؟ امينة ظهرت؟ تعال يا حبيبي، تعال يا سليم. مين اللي قال له؟ انا اللي قلت له، علشان هي ما بتردش على اي حد. ومين قالك انها اصلا هترد عليه؟ مش مفروض انه يعرف؟ مش مراته مش هتخش المستشفى عشان تعمل عمليه؟ لا مش المفروض، مش المفروض، لانه ببساطه مش ممكن يكون هو السبب اللي هي فيه. نادية. نادية ايه؟ ايه نادية؟ مش هي دي الحقيقة؟ مش انتوا دايما تقولوا لي مش المفروض انها تزعل؟ القلق والمشاكل ممكن يقللوا المناعة والمرض يرجع لها، مش ده الكلام اللي انتوا بتقولوه؟ تحاليلها كلها كانت زي الفل لحد ما المصيبة دي حطت عليها. عشان انا السبب. ما تردش عليها. أمينة ما نورتش إلا لما أنت دخلت حياتها.
وهتنور اكتر ان شاء الله لما تخف وترجع بيتها. طيب ولو مش هو السبب يبقى الدكتور اللي كان بيعالجها ما كانش واخد باله، كل تحاليلها كانت زي الفل، مش يمكن كان في حاجه غلط وانت ما خدتش بالك؟ ايه المرض رجع لها كده بين يوم وليله؟ كفايه بقى كفايه بقى، حرام عليكي عمال تجلدي فيه وفينا وفي نفسك، في ايه؟ كل واحد فينا مستعد يتحمل الذنب وحده، لو ده هيخليها تخف. في الحقيقه مش محتاجه حد يشيل الذنب، هي محتاجه ان احنا كلنا نكون حواليها، كلنا نكون مع بعض، مش كل واحد فينا رايح في سكه. ايه ده؟ استنى يا سليم انا نازل معاك، انا كمان اذا كان في جديد كلموني. يا ماينو افتحي موبايلك بقى، كلمي حد فينا او ابعت لنا مسج، احنا كلنا هنموت من القلق لو سمحتي. بقول لك ايه، انت غديت ابنك ولا لسه؟ اه يا بابا غديته. ومعاد طيارتك امتى؟ المفروض هيعدوا عليا الساعه 8، بس هي لو امينه ما رجعتش انا ممكن اكلم. لا 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 لا، الكلام ده ما يمشيش خالص، انت هتروحي شغلك وابنك هيروح المدرسه، ومش معقول نفضل طول الوقت نقول لأمينة ازاي تحارب معركتها عشان الحياة واحنا موقفين الحياة، ده ما ينفعش يا بنتي ما ينفعش. أمينة الشيطان هيرفع بينك وبين أبنك وقطع من أمر ميسر ويصدكم عن ما صدقوا لأنكم مسلمين وأطيعوا الرسول. تعالي اقعدي معانا شويه. انا هخش اغير ونازله على طول، انا مش قادره اقعد ولا اتكلم ولا اسمع حد فيكم يقول لي اي حاجه. هتروحي المستشفى؟ ايه يا شيخه انت ما بتزهقيش؟ ما بتزهقيش؟ تاني؟ اللي هنقوله هنعيده تاني؟ ضغط تاني وخناق والكلام الفاضي اللي بتقوليه كل مره؟ امينه احنا عايزين بس نطمن عليكي. بتطمني ليه؟ أنا خايفة مرعوبة، أنت تطمني ليه؟ كده إيه يعني؟ أنا ما تعرفوش أنا فين طول الليل، ما أنا بكرة مش عارفة هبقى فين، عايزة تطمني ليه؟ ما تخافي. عايزة إيه؟ توجعيش، أبص إيدك ما توجعيش. وأنا قلبي يتوجع عادي؟ وأنا أتوجع عادي؟ أدخل مستشفى تاني؟ واخد السم الهاري في جسمي تاني؟ واتعزل في اربع حيطان تاني؟ عشان اخف وبعد شهرين يقولوا لي عندك كانسر تاني؟ ده عادي؟ قطع ربنا ما اقدرش اعترض عليه ابدا. لا انا بعترض عليك. انا بعترض. وبيعمل فيا كده ليه؟ بيعمل فيا كده ليه؟ هو انا عملت ايه؟ انا وحشه؟ انا وحشه؟ وبيعاقبني ليه؟ بيعاقبني ليه؟ مش فاهمة أنا عملت إيه؟ ليه؟ عايز تختبر صبري؟ طب أنا صبري خلص، صبري خلص. أنت بقى رحمتك ما بتخلصش، رحمتك فين؟ يا رب.
الو يا يحيى. ايوه سليم، في جديد؟ لا مفيش. طب في حاجه اقدر اعملها؟ ادعنا. ربنا معاكم ان شاء الله، ان شاء الله خير. اول ما توصل لها كلمني. خلاص هعمل كده. سلام. مع السلامه. تحب نطلع تمسك فيها؟ مش عارف. أنا عارفة إن أنتِ مش طايقاني ولا أنا ولا أمينة. أنا قلبي مش أسود يا عليا. بس أنتِ عندك حق. أنا ما كنتش برد عليكي وزعلت وما سمعتكيش. بس أنتِ عارفة أمينة بالنسبة لي إيه صح؟ أنا آسفة والله العظيم أنا آسفة يا شهد. أنا ممكن أعملك اللي أنتِ عايزاه بس تصلحي أمينة. في إيه بس يا عليا؟ إيه دي حبيبتي مش كده؟ أنا آسفة يا شهد. ممكن تصلحي أمينة؟ أمينة تعبت وهتحتاج تعمل عملية تاني، هتوافقي؟ انتي عبيطة يا بت. طبعاً أعمل العملية دي لو مقطعاني حتت، هدخل وأعمل العملية ومن غير ما أفكر. بجد؟ ده سؤال تسأليه برضو يا عليا؟ أنا أكتر حاجة مزعلاني دلوقتي سؤالك ده، زعلني أكتر ما أنتوا قطعتوني. بس حسابنا مش دلوقتي، حسابنا بعدين بعد ما تخف وتبقى كويسة. انتي اختي وهي اختي، انتوا من لحمي ودمي. خدي بالك من نفسك. انا لازم انزل دلوقتي عشان حسن مستنيني. البيت ولا متخانقه مع جوزك؟ ما كنتش متخيله الموضوع كده. اقول لها ايه بس يا رب؟ ازاي اقول لها ما تخافيش وانا مش عارفه اتلم على بعضي؟ اقول لها خليكي قويه نفسي مرعوبة من جوه. تعالي يا سارة. للأسف أنا لازم أنزل دلوقتي. انزلي تروحي وترجعي بألف سلامة. على عيني ان انا سايباكوا في الظروف دي، بس الشغل بقى يومين وهرجع على طول. هطمنك اول ما نسمع حاجة. يا رب خير. جيتلك انت عشان انت الوحيدة اللي مش عارفة. بتيني عرفتي يا ستي. تعمليش زيهم بقى، يا اما هسيبك وانسى. هتروحي فين ولمين يا امينة؟ اروح مطرح واروح. بفكر اسافر، اروح اقعد في اوتيل، عايزة ابقى لوحدي. اوعى تكوني فاكرة ان دماغك هتبقى ارحم عليكي منهم، هما في الاخر بيحبوكي وقلقانين عليكي. قعدتك لوحدك مش هتفيدك يا أمينة. دماغك هتسوحك، هتفضل توديكي وتجيبك، ومش هتفكري في أي حاجة غير في الاحتمالات الوحشة وبس. فيها وحش ولا أنا فيه؟ في إن أنتي هتبقي في اللي أنتي فيه ده لوحدك. هتطبطبي على نفسك لوحدك وهتسندي نفسك لوحدك يا أمينة، وهتقولي لنفسك اللي أنتي فيه ده مش آخر الدنيا. بس اللي أنا فيه ده آخر الدنيا يا شهد، دي نهاية الطريق. ونهاية الطريق دي لما بتوصليها بتوصليها لوحدك،
ولو حواليكي 100 بتوصليها لوحدك. مش مهم العدد، المهم ان اللي حواليكي دول بيحبوكي وانتي بتحبيهم، حتى لو الحب ده كان خانقك انتي فعلا محتاجه له بعدين قوي. امينه حبيبتي، انتي محتاجه الحضن تحسي فيه بجد بالامان، محتاجه الحضن يا امينه تبقي عارفه وحاسه كويس قوي ان الشخص ده انتي مهمه بالنسبه له وهو مهم بالنسبه لك. شفتيني وانا حكيمه؟ شفتك وانت حكيمه ومجنونه، وانا نيه واحنا هنا وبعدت وزالت، بس انت عمرك ما بطلتي تبقي مهمه بالنسبه لي يا شهد. انا بحبك قوي امينه. بس بقى طلعتي العن منهم، انا جايه عندك افصل، يا اما هسيبك وانزل على فكره. خلاص يا ستي انا هفصلك. يعني لو شربت حاجة تانية هتعب؟ لا بقول لك ايه؟ ولا حصل حصل خلاص يا شهد. احنا جايين هنا عشان نفصل، ممكن بقى تركزي في المزيكا اللي احنا فيها وبس، مش معقول كل المزيكا اللي هنا مش مركزة فيها. صح. تيجي نرقص. ايه ده؟ ترقصي بجد؟ اه. مش عايزة؟ أمينة أنت هترقصي بجد؟ عارف ان هي عدت في اللي هي فيه ده قبل كده، وانت عارفه ان هو على قد ما هو صعب على قد ما هي بتقوم منه احسن من الاول. افرض ما عملتش، افرض فضلت تقوم وتقع. انتوا جماعه بتستنوا عارف في ايه؟ انا مش عارفه انت لو مش موجود كنت هتسند على مين. مش عايزة اروح. بلاش نروح. ونروح ليه؟ لا نقعد نلف بالعربية دي لحد ما نزهق. ولو مش عايز تروحي خالص بلاش روح خالص. تعالي باتي عندي. ما تبصليش. أنا بيت ليلى في النص. احنا لازم نأجل الفرح يا حسن. ايه؟ أنا بهجت. سكرتي من الريحة ولا ايه؟ في ركنة قدام اهي. اهي. مش عارفة. طب ايه؟ عايزانا نلف شوية بالعربية؟ اطلعي سهرتك كفاية، عندك شغل بكرة. شغل ايه بس يا أمينة؟ وده وقت شغل. هاخد يا ستي اجازة بكرة. بس انتي تعالي معايا. ولا انتي عايزة تروحي؟ مش عارفة. مش عارفة يا شهد. مش عارفة اقعد معاك واسمعك ما عنديش حلول ليك وما عنديش ردود، وردودي مش هتريحك، وانا اصلا مش عايزه اريحكوا. فانزلي يا شهد، انزلي. طب بص، لو قعدتي تلفي وما بقتيش عارفه هتعملي ايه بتعليلي. ها بص، دي نسخه من لما تروحي الشقه خليها معاكي. سيسيكي هستناكي. ها يلا، باي باي. Thank you.
مصدقتش لما شفت عربيتك بره. اتأخرت ليه؟ كنت بدور عليك يا أمينة. أنا كنت مستنياك. بس النعيم خد بهزي لحد ما اتجهت. يبقى قول لي بقى عايز تبص تقول له ايه؟ لا ما تقوليش كده يا أمينة. شكلي هشوفه قريب. ما تقوليش كده يا أمينة. وأنا مش قادرة يا سليم. مش قادرة على الخوف بتاعهم ولا على الطبطبة. مش قادرة على الكانسر. الدوشة اللي في دماغي مش برتاح. ولا العياط بيريحني ولا الخناق بيريحني ولا الدوشة بتريحني. فجيت لك. بس ده مش معناه ان احنا تمام على فكرة. انا مش هرجع البيت. بس كنت محتاجة الدقيقة دي قوي. مش قادرة أسمع الأصوات اللي في دماغي. كنت محتاجة شوية سكون وسلام. محتاجة أطمن. أنا كنت بدور عليك من الصبح عشان أطمن عليك. أنا فاهم الخوف اللي جواكي، فاهم الغضب والرفض، وحاسس وعارف اللخبطة اللي انت حاساها دلوقتي. بس هتعدي يا أمينة. هكون لجنبك لحد ما تعدي. بعدها اعملي اللي انت عايزاه. لو مش عايزة تشوفي وشي تاني تمام، أنا هخرج من حياتك ومش هرجع. اعملي اللي انت عايزاه، بس لما تخفي. بس انا مش هخف يا اسلي. ليه؟ مش كده. مش هخف عشان مش هتعالج. مش هعمل العمليه.